دلوقتي خلينا نروح لدينا مرة تانية عشان تعرفنا على أسعار العملات والذهب. اتفضلي يا دينا. شكرا لك يا جمانة. ودلوقتي نتابع مع حضرتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي وسعر البيع 19 جنيه 25 قرش و 19 جنيه 18 قرش للشراء. اليورو 19 جنيه 17 قرش للبيع و 19 جنيه و 8 قروش للشراء. جنيه الاسترليني 22 جنيه و16 قرش للبيع، 22 جنيه و7 قروش للشراء. فرنك سويسري 19 جنيه 64 قرش للبيع، 19 جنيه 55 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 79 قرش للبيع، 2 جنيه 77 قرش للشراء. ريال سعودي 5 جنيه و12 قرش للبيع و5 جنيه و10 قروش للشراء. دينار كويتي 62 جنيه 49 قرش للبيع و62 جنيه 22 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه 24 قرش للبيع و5 جنيه و22 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، عيار 18 سجل 954 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1112 جنيه، عيار 24 سجل 1272 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب وصل ل 8896 جنيه. وكمان خلينا نصعد مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في الصبح شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ده غير أنه في فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33، وأعلى درجة حرارة تكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في الأسكندرية 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.